السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي من سلسلة شوات ريحانة، كمان نقدم لكم الحلوى الثانية اللي باللوز والكاكاو. كما كتلاحظوا الشكل ديالها على شكل حلزون، كتجي رائعة جدا سواء في المنظر أو في المذاق. رفقتها بالحلوى الأولى اللي هي حلوى الشهدة اللي غادي تلقاوها ضمن القناة. كيف ديما إلى عجبكم فيديو بارتاجي انضمام القناة ووضع لايك للفيديو. على بركة الله نمروا المقادير والطريقة. 500 غرام ديال اللوز اللي كيكون مسلوق ليله قبل، كنقشرو كنغسلو وكنخليه كيبات ليله كامله حتى كينشف من الماء. ضروري ما ينشف من الماء، نخليه ليله كامله، كنوضعوه في الثلاجه كيكون ناشف كما كتلاحظوا. كنحتاجو ايضا السكر كلاصي اللي هو السكر الناعم، استعملت سكر سبيسيال، ممكن تستعملوا سكر سنيده. عندنا 500 غرام ديال اللوز، غادي ناخدو 250 غرام ديال السكر كلاصي. غادي نطحن اللوز المره الاولى بوحدو، نعاود نطحن معاه السكر للمره الثانيه. كما كتلاحظوا الشكل ديال اللوز بعد ما طحنتو بوحدو وعاود طحنتو مع السكر كلاصي كيجي معلك، هذا هو الشكل ديالو. غادي نضيف ليه 2 ملاعق كبيره ديال الزبده، كتكون رطبه بدرجه حراره المطبخ. غادي نمزج المكونات مع بعض. انا كنفضل نستعمل سكر كلاصي مع اللوز، كيجي رائع وافضل من السكر سنيده، يعني كنحصلوا على نفس النتيجه، ما كاينش شي اختلاف. كنمزج المكونات مع بعض. غادي نحتاجوا الروح ديال الحامض، النكهه ديال الحامض متوفره عند بائع لوازم الحلويات، ممكن تعوضوها بقشور ديال الحامض، لكم الاختيار. انا غادي نستعمل نصف ملعقه صغيره من نكهه الليمون الحامض، وغادي نستمر في المزج ديال المكونات كلها مع بعض. كنحتاجو ايضا الماء الزهر، غادي نضيف قطرات منه فقط العقده، بما ان عندي العقده معلكه كنضيفو قطرات منه. وحنا كنتاكدو من القوام ديال العقده، ضروري ما تكون مطلوقه شويه، يسهل علينا اننا نشكلوها. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالها، كتكون عقده اللي هي منسجمه ورطبه، يسهل علينا اننا نشكلوها كريات. نخليوها جانبا ونمروا لطريقه تحضير العجين. المكونات كنحتاجو 400 غرام ديال الطحين، 2 ملاعق كبيره ديال الزبده، ملعقه كبيره ديال السكر الناعم، ورشه ديال الملح، وكنحتاجو الماء الزهر ممزوج مع الماء باش غادي نمزجو المكونات ديال العجين. كنحتاجو الماء الزهر والماء. كنستمر في اضافه السائل حتى كنحصلو على عجينه اللي كتكون متماسكه. ضروري ما تكون عجينه اللي هي متماسكه، لاننا كندلكوها كنخليوها ترتاح، كنزيدو نورقوها كتطلق لينا. انا غادي نخلي جزء من العجين، غادي نضيف ليه بودره الكاكاو. نخلي جزء بسيط من العجين، غادي نضيف ليه ملعقه كبيره من بودره الكاكاو. من الافضل تاخدو بودره الكاكاو اللي كيكون نوع جيد. وكنبقى كنضيف الخليط ديال الماء وماء الزهر حتى كنحصل على عجينه اللي كتكون متماسكه، وغندلكها ايضا نفس الشيء حتى كنلاحظ انها يعني جاهزه. ضروري ما تنسجم كلها مع بعض، كما لاحظتوا كتكون متماسكه. غادي ندلكها مزيان لان الكاكاو صعيب باش كيتخلط لينا. كنستمر في إضافة الماء مع ماء الزهر للعجين حتى كنحصل على القوام اللي بغيت، اللي كتكون عجينة اللي هي متماسكة. غادي ندلكوها مزيان، ضروري ما كتدلك مزيان، وكنخليوها كترتاح. قد ما شكلنا العجين وخليناه جانبا كيسهل علينا العمل، كيكون عندنا عمل اللي هو سهل. وكما لاحظتوا حلويات اللي هي سهلة وراقية، ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. كندلك العجين مزيان، ضروري ما يتدلك مزيان، كيكون عجينه اللي هي متماسكه ورطبه في نفس الوقت. هذا هو الشكل ديالها كما كتلاحظوا. غادي نبسطها بالدلاك في المره الاولى، ومن بعد غادي ندوزها في الوراقه. الوراقه غادي نستعملوها باش كتعطيني واحد السمك اللي هو رقيق، اللي ما كتوفرش عليها. يكفي انها تبسط العجين مزيان. كما لاحظتوا العجينه رطبه، كيسهل علينا اننا نحضروا بها الاشكال اللي بغينا. غادي نقسم العجين من نصف، ضروري هذا العجين ما تغطيه باش ما ينشفش،
تغطيوه بقطعة ديال البلاستيك أو قطعة ديال القماش لكم الاختيار. كنبسط العجين وغادي ندوزها في الوراقة. كما لاحظتوا كيكون السمك رقيق شفاف، يعني كتلاحظوا الجهة الأخرى كتكون شفافة. الأرقام كتختلف، أنا استعملت الرقم 3. كاين أنواع كثيرة من الوراقة، كاين أرقام مختلفة، كل سيدة حسب السمك. غتبان لكم أنها عجينة اللي هي رقيقة، تكون عجينة رقيقة بزاف. كنأكد مسألة، كنقطعوها دوائر بهاد المرشم، لكم الاختيار في المرشم اللي عندكم واللي متوفر. كنقطعها اللي كتكون أشكال متساوية، وضروري هذاك الفائض ديال العجين كنجمعوه وكنغلفوه في قطعة ديال البلاستيك ونعاود نستعملوه مرة أخرى، راه كيبقى مزيان. بسطت أيضا العجين اللي فيه بودرة الكاكاو وخرجته من الوراقة، ضروري ما يكون رقيق. قطعته أشرطة، كلف الكريات ديال العقدة ديال اللوز مع العجين، ضروري ما تغطى لينا العقدة ديال اللوز كما كتلاحظوا. نفس الطريقة اللي استعملت في حلوة الشهادة، يعني كتكون نفس الطريقة تماما، اختلاف في طريقة التزيين. كنستمر حتى كنتهي من الكريات اللي عندي. كما لاحظتوا أنا الكمية ديال العقدة والكمية ديال العجين حضرت منها جوج ديال الأشكال ديال حلويات اللوز. ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم، يعني حلويات اللي هي راقيه وسهله وجديده، كتجي زوينه سواء في المنظر او في المذاق. كما لاحظتوا كنستمر بنفس الطريقه، غير كنأكد ان العقده ديال اللوز ضروري ما تغطى بالعجين، العجين كيكون رقيق، يعني كما سبق وذكرت يعني كتكون عجينه اللي هي رقيقه. كناخذ الشريط ديال بودره الكاكاو، كما لاحظتوا حتى هو رقيق. كنبدا كنلفو على الكره ديال العقده ديال اللوز، يعني بهذه الطريقه كما كتلاحظوا كنلفو. الى بان ان الشريط كيكون طويل نقطعو منه، كنحاول نحربلها شويه بين الكف ديال اليد. نفس الطريقه الباقي الكريات، كنلف هذاك الشريط الاسود، يعني طريقه سهله، غير ضروري من تستعملوا القالب او ديال المعمول، انا غادي نوريكم الشكل ديالو. يعني كاين متوفر في الاسواق في عده اشكال، يعني غادي نستافدوا منه الاشكال الاخرى. كما لاحظتوا كنلفوا الشريط الاسود على الكره، اذا كان الشريط طويل كنقطعوا منه الفائض ديال العجين، ودائما هذا العجين كنأكد انه يتغطى. هذا هو الشكل اللي غادي نستعمل، انا غادي نستعمل هذاك اللي في الوسط. كنوضعوا الكره وكنضغطوا مزيان حتى كتاخذ هذاك الشكل ديال القالب. كنضغط مزيان لان عندي العجين مغلف، ما عنديش مناش نخاف. كنضغط مزيان وكنقلبها. هذا هو الشكل اللي كنحصلوا عليه، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنتهي الباقي الكريات كلهم. غادي نغلفهم بالشريط اللي فيه بودرة الكاكاو، نستمر بنفس الطريقة. غير هو ضروري من هاد المرشم إلى بغيتو تحصلوا على هذاك الشكل. هذه الأشكال المحصل عليها كتكون بهذيك الزخرفة ديال القالب. كنضغط عليها مزيان حتى كتاخد الشكل ديال الحواف ديال القالب، يعني كتخرج بكل سهولة. غادي نخليها كتبات ليلة كاملة أيضا حتى كتنشف مزيان. خليت الحلوة ديالي ليلة كاملة حتى نشفات، ودخلتها الفرن اللي كيكون بارد متوسط درجة الحرارة، غير كنشعلو وكندخلو الحلوة تقريبا 150 حتى 160 بالنسبة للفرن كهربائي. كندخلها حتى كتنشف،
كتبان لكم انها نشفات، كيتغير اللون ديالها، كتبدا كتنشف. كنخرجها دهنتها بالناباج دو فتليل قليل من الزهر، هادشي كيبقى اختياري، ورجعتها للفرن وهو مطري مازال ساخن تقريبا واحد 4 ديال الدقائق حتى كيبقى ليا هاد اللمعان ديال الناباج. وضعت هنا اللوز كونكاسي، حمرته شويه في البران وضعته في هاد الثقب اللي كيكون في الوسط، وكنقدموها بالصحه والراحه. راه كتجي حليوه راقيه ولذيذه. كيف ديما الى عجبكم الفيديو بارطاجي اون ديمام القناه. شكرا للمتابعه.